إذا الصيف ما بيغني جواتك يعني ولا شي ممكن يغني جواتك. إذا ما في جواتك غنى وموسيقى يعني ما فيك تصنع موسيقى. موسيقى بتخليني امتلئ بالحياة. اليوم رح نحكي عن دور الممثل برادلي كوبر بفيلم مايسترو. هيدا الدور الحلو والمتقن لناحية الأداء. برأيي أبدع برادلي كوبر بهيدا الدور وكان بيستاهل ياخد أوسكار. نحن هون أمام إبداع ثلاثي الأبعاد، لأن مش عم نحكي بس عن ممثل مبدع، ولا عم نحكي عن مخرج مبدع، ولا عم نحكي عن سيناريست مبدع. نحن هون أمام مزيج ثلاثي الأبعاد من الإبداع والجمال، خصوصي لما نعرف إنه الفيلم من إخراج وتمثيل وسيناريو لبرادلي كوبر. ثلاث عمليات إبداعية قدمها كوبر بعمل واحد. فيلم مايسترو عبارة عن تراكم فني إبداعي عابر بكل المقاييس الجمالية. القصة، الموسيقى، الصورة، الأزياء، الألوان، مشاهد الرقص والأوركسترا. بس الأهم أداء برادلي كوبر يلي أدى شخصية الموسيقار الأمريكي الشهير ليونارد بيرنستاين. بقى شو المميز بهيدا الأداء؟ وليه بعتقد شخصياً إنه أداءه أهم من أداء خواكين فينيكس بنابليون ومتقدم عن أداء ليونارد دي كابريو بفيلم كيلرز أوف ذا فلاور مون، وأفضل من أداء كيليان ميرفي فيلم أوبنهايمر؟ لأنه شخصية ليونارد بيرنستاين يلي أداها برادلي كوبر فيلم مايسترو عابرة للزمن، بمعنى سياق أحداث الفيلم لا تقع في زمن واحد بل تقع طيلة فترات حياة المؤلف الموسيقي الأمريكي ليونارد بيرنستاين، من لما كان عمره 27 سنة وحتى وصوله لعمر 75 سنة. تخيلوا خمس مراحل حياتية. نحن هون قدام اجتياز لنمط شخصية واحدة تؤدى بالفيلم الواحد بزمن واحد. برادلي كوبر قام بتأدية مراحل عمر الشخصية من بداياتها بالعشرينات لخواتيمها بالسبعينات من العمر، ونجح انه يجسد كل مرحلة من مراحل عمر بيرنستاين. تخيلوا معي قدي صعب على الممثل بفيلم واحد مدته ساعتين انه يقنعنا بمشهد ببداية الفيلم هو عمره 29 سنة، ويقنعنا بمشهد باخر الفيلم هو عمره 70 سنة، مع كل ما يحمل هيدا الفرق الشاسع من تبدلات وتغيرات بالشخصية والمدمون. هيدا النجاح بيظهر بشكل لافت بجمالية الأداء المتقن والمقنع للممثل، ويلي بخلينا كمشاهدين نشعر بجمالية هيدا الأداء من خلال تتبع أداء كوبر بكل مرحلة من المراحل العمرية أثناء تمثيله شخصية بيرنستاين. هون منقدر نلاحظ التبدلات الشكلية اللي كانت ناجحة جداً، الفرق بالعمر، تجاعيد لون البشرة، الشعر، ويلي أخذت حسب ما يقال أشهر عديدة، يقال 3 سنوات حتى الانتهاء فقط من تصميم مراحل عمر بيرنستاين. وكمان عبر ملاحظة التغيرات الجسمانية ككل، الوزن والنحافة والبدانة على سبيل المثال، كيف كان وزنه لما كان عمره 27 سنة وكيف لما صار عمره 75 سنة، شو هيدا تغير بالشكل الخارجي، وكذلك والأهم التغيرات الصوتية مثل النبرة والحدة والبحة يلي بتختلف بحسب كل مرحلة عمرية، وكذلك تعديلات الحركية بالأداء مثل المشي يلي كمان بتخضع لتغيرات وتعديلات حسب كل مرحلة عمرية، والأهم كذلك تحولات السيكولوجية للشخصية وكيف انعكست مع العمر وكيف انعكست بصفات الشخصية المزاجية أو الفكرية الوجودية للموسيقار ليونارد بيرنستاين. كل مرحلة عمرية كان إلها سيكولوجيا مختلفة. كل هيدي نقاط قدر كوبر يظهرها بشخصية بيرنستاين، مقدرة تجلت بمسارين، أول مسار من الداخل للخارج وتاني مسار من الخارج للداخل. كيف يعني؟ أي من الأحاسيس والمشاعر الداخلية قدرت تتمظهر للخارج، والشكل الخارجي من مكياج وملابس وإكسسوارات وأدوات مختلفة قدر يعكسها كوبر على الداخل، أي داخل الشخصية. كوبر أدى شخصية واحدة يلي هي شخصية بيرنستاين بس بوجوه عديدة. شفناه الزوج، الفنان، العاشق مثل الجنس، الكاذب، الأب، المغامر، القاسي والحنون على زوجته يلي صار معها مرض السرطان. وهون لازم نذكر مهارة كوبر.
انه يكون قدام الكاميرا كممثل وخلف الكاميرا كمخرج وسيناريست. وهيدي نقاط يجب اخذها بعين الاعتبار لانها دليل على الانخراط الوجداني الانفعالي والخيالي لكوبر بالفيلم وخروجه بالشكل العظيم يلي شفناه فيه. هلا في كتير حكي ونقاشات حول جوائز الأوسكار والمعايير يلي على أساسها بتم الاختيار، وهيدا مش موضوع حلقتنا، بس حبيت أعمل هيدي الحلقة لأحكي عن أفكاري بما يخص دور برادلي كوبر. بس للأسف كوبر كان سيء الحظ، ما قدر ينال أوسكار أفضل إخراج أو أوسكار أفضل ممثل أو أوسكار أفضل سيناريست. يمكن المنافسة كانت قوية مع أفلام مثل أوبنهايمر وكيلرز أوف ذا فلاور مون وبور ثينجز، بس بالنهاية نحن يلي ربحنا، المشاهدين يلي ربحوا، ربحنا فيلم مايسترو وربحنا أداء برادلي كوبر يلي أدى فيه دور ليونارد بيرنستاين.